السلام عليكم كل متابعين قناة الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعالم اسكندرية. النهاردة الاحد 28 ابريل. موجودين فين؟ موجودين في المنظرة، اخر تطورات مشروع توسعة البحر او توسعة شارع كورنيش. طلبوا مننا تغطية عن اخر تطورات المشروع من هنا من المنظرة لحد فندق نانا او فندق المحروسة، ولكن النهاردة الجديد هنطلعه ان شاء الله نركبه الاوتوبيس ابو دورين ابو قطين او الاوتوبيس السياحي. خليكم معانا ان شاء الله نشوف الدنيا فيها ايه من داخل او من اعلى الاوتوبيس السياحي. اللي ما عندوش فكره احنا فين، احنا موجودين في المنظره. بسم الله وعلى بركه الله الاوتوبيس هو هيتحرك بجوار من جوار اسوار جناين المنتزه. يبدا جولتنا ان شاء الله على بركه الله من شاطئ شيرتون المنتزه الخاص. كده احنا امامنا اول شاطئ، هو شاطئ شيرتون المنتزه الخاص، خاص ب فندق الشيراتون اللي على شمال الصورة. هو موجود في المنظرة عندنا ولكن هو اسمه شيراتون. كده طبعا دي بقى شواطئ خاصة بالقوات المسلحة، لهم منا كل الاحترام والتقدير. بداية شواطئ المنظرة طبعا الطاحونة اشهرها، سمت على اسم طاحونة محمد علي اللي على شمال الصورة، شارع الطاحونة او شارع مزازيك. زي ما شايفين امامنا ان شاء الله التوسعة الثالثة في البحر، الدخول يمين 15 متر، يبقى كده كل شارع البحر باذن الله مجموع هيكون 25 متر باذن الله. زيادة التوسعة الجديدة زي ما شايفين 15 متر يمين. شواطئ المنظرة موجودين في المنظرة شرق اسكندرية حي المنتزه اول. طبعا الاعمال على قدم وساق النهاردة الاحد 28 ابريل. ما زلنا في المنظرة. طبعا هنا كان شاطئ ذو الهمم بشاطئ المنظرة المجاني والمسجد. شاطئ المنظرة من اكبر الشواطئ اللي ليها بوابات في شارع اسكندرية بعد شبيكش. طبعا دي البوابات الجديدة والطراز بتاع البوابات الجديدة. احنا كده خارجين من المنظرة اتجاه العصافرة. احنا كده خلاص في نهاية المنظرة. احنا كده داخلين بداية العصافرة شارع وهران او شارع الامام عبد الحليم محمود رحمة الله عليه شيخ الازهر. الواضح كده ان المنظرة هي اكتر نقطة فيها اعمال انتهت. تمام، يعني المنظرة حاليا والله اعلم كده جاهزة على الاسفلت، بوابير الزلط شغالة الله ينور، ولكن العصافرة محتاجة لسه يدقوا الدقشوم. في عربيات الرش وعربيات المية، الدقشوم او السن وبعد كده المية وبعدين بوابير الزلط شغالة. كده خلاص احنا خرجنا من المنظرة. ده سانتوس، ده في سانتوس طبعا. احنا كده خرجنا لسان العصافرة، داخلين احنا كده على شواطئ العصافرة الخاصة. طبعا الشواطئ دي خاصة بفنادق قوات مسلحة، بعد كده شاطئ الوردة او شاطئ فندق الوردة، شارع سلمان الفارسي. كده احنا موجودين في العصافرة على شواطئ العصافرة. طبعا البوابات الجديدة للشواطئ. كده خلاص احنا كده داخلين على شاطئ الوردة بتاع زمان، شاطئ فندق الوردة وشواطئ العصافرة. على يمين الصورة كده بالظبط كده شارع سلمان الفارسي، طلعك على شارع جمال عبد الناصر، وطلعك على شارع ملك حفني، وطلعك على العصافرة ابلي. احنا موجودين في العصافرة بحري اللي ما عندوش فكرة، شواطئ العصافرة. موجودين امام التوسعه
الثالثه او ردم البحر للمره الثالثه، اول مره هنا سنه 34 في عهد الملك فؤاد الاول، ثم في عهد الله يرحمه المحافظ عبد السلام المحبوب رحمه الله عليه، ثم في عهد المحافظ محمد الشريف 2024 دي المره الثالثه. ولكن اول من ردم البحر في اسكندريه هو الخديوي عباس حلمي الثاني سنه 1906 1909 1912، ولكن من السلسله لراس التين. احنا كده امام فندق ريجنسي وشارع محمد عوض وجات وفتح الله كده، احنا اتجاه البروفاش. طبعا البروفاش كانوا عاملين حسابه، شواطئ البروفاش كانوا عاملين حسابها وهم بيعملوها ان كان في توسعه للبحر، فكده كده البروفاج وشواطئه معمول حسابهم في التوسعه، مفيشهم اي مشاكل. حاليا شواطئ البروفاج متاحه ومفتوحه للجمهور ليل ونهار، الفرد ب 25 جنيه. احنا كده امام شواطئ البروفاج وممشى البروفاج الجديد وكوبري 45 او كوبري السادات ونفق السادات الجديد. شواطئ البروفاج تعمل صيف شتاء حاليا ليلا ونهارا. حيز سيدي بشر. طبعا امامنا كان شاطئ ميامي العام كان بخمسة جنيه. طبعا امامنا المرط وجزيره الكور او جزيره ميامي، البراميل زمان وتوسعة النفق حاليا على قدم الوساط، ولكن الواضح كده ميامي السنه دي في الصيف الله اعلم غالبا ممكن ما يكونش في ميامي في الصيف ده باذن الله، والله اعلم برضه الدنيا فيها ايه. كل يوم في جديد ان شاء الله نوفيكم بالجديد باذن الله. على شمال الصوره كده شارع اسكندر ابراهيم وشارع خالد ابن الوليد، منط ميامي والجزيره والصيادين ويخوت السياحه ومراكب السياحه ومراكب الصيد، وده النفق. طبعا النفق القديم موجود ويتم توسعته بالنفق الجديد. ده توسعه النفق الجديد، نفق ميامي البراميل ويرجع. البراميل كانت هنا في ميامي وكانت في المعموره. طبعا هنا مكان الصيادين والسواحل، وبعد كده النادي الجديد اللي هو وادي دجله وصخر بيه المسعود. امامنا نادي وادي دجله جديد، مصيره ايه الى الان الله اعلم، بس غالبا والله اعلم اللي قام بتنفيذه كان طبعا كنا عاملين حساب اللي فيه توسعه للبحر، وده غالبا يعني انا بفكر في كده ان القائمين على انشاء هذا النادي اكيد كانوا عاملين في حسبانهم اللي فيه توسعه للبحر، فمعنى كده ان النادي بانشاءاته الجديده مش هيتضر بتوسعه البحر لا هو ولا صخر بير مسعود غالبا والله اعلم، يعني لو في جديد هيبان. يعني كده احنا امامنا صخر بير مسعود. طبعا بير مسعود من الموروث الشعبي عندنا وحكاياته واساطيره موروث الشعب، ولكن بير مسعود او هذه المنطقه وهي الصخره هي مدافن بطلميه او رومانيه. مثلها مثل الكاتاكومب، مثلها مثل عمود السواري في قوم الشقافه.
كده امامنا صخرة بير مسعود، على شمال الصورة نادي السيارات والراحات المصري وسلمى فلوريدا وسلمى المنتزه. ايوه بالظبط كده، ما هي عن هو عند بياسة يا فندم. اي بالظبط يا فندم. كده احنا امامنا مبنى نادي السيارات والراحات المصري، امامه في سلمى فلوريدا، السلمى الصيفي بتاعت زمان. ميامي كان فيها سينمتين، السينما الاولى سينما فلوريدا والسينما الثانيه سينما المنتزه، للشارع خليل حماده مع خالد ابن الوليد. كده شواطئ سيدي بش وبوابات سيدي بش، ده حاليا شاطئ ميرامار طبعا، دي سيدي بش واحد اللي امام مسجد سيدي بش وفندق رمار. بوابات سيدي بش الى الان بعض البوابات سيدي بش يعمل، مشروع التوسعة لسه ما وصلش هنا. احنا كده على شمال الصورة شارع خليل حمادة وجلال الحماد، هيتقطع مع خليل حمادة شمال البكباش العسوي وجمال عبد الناصر. هنا شواطئ سيدي بش في اعمال جاريه حاليا، ولكن ده مشروع حمايه الشواطئ من النحر، حمايه الشواطئ من هجوم الامواج عليها خصوصا في فصل الشتاء وفصل النوات. المشروع اللي على اليمين والاوناش والمعدات تخص وزاره الري والموارد المائيه. طبعا ده المشروع من تحت فندق رماده لبير مسعود. طبعا شواطئ سيدي بش في الشتاء طبعا بيكون عليها هجوم كبير جدا من الامواج خصوصا في النوات، فالاعمال الموجوده حاليا على شواطئ سيدي بش خاصه بحمايه الشواطئ، ملهاش دعوه بتوسعه البحر. شواطئ سيدي بش تعمل حاليا مفتوحه، الشواطئ اللي ما كانش فيها اصابات او هجوم او ترييح من النوات. طبعا ده شاطئ ادوار خرات، شاطئ ادوار خرات امامنا من اكتر الشواطئ السنه اللي فاتت واللي قبلها اللي كان مهدد بالانهيار او بترييح الارض بسبب هجوم النحر والنهر. كل الاعمال دي اللي امامكم، حواجز الامواج والصدات والردم، ده حمايه شواطئ خاصه بالمستاجر وخاصه بالمحافظه وخاصه بوزاره الري والموارد المائيه، لا علاقه لها بتوسعه البحر الى الان. كده احنا امام اجمل بوابات سيدي بش، بوابه واحد اللي امام المسجد، مسجد سيدي بش واسفل فندق رماده، او كانت من اجمل البوابات زمان، كان الكباين وبحر سيدي بش كان لا يعلى عليه، وكان هو المصيف الرئيسي الاوحد في اسكندريه ايام الملكيه. باقي الشواطئ كانت عباره عن بعض الحمامات زي حمامات الشاطبي، حمامات كليوباترا، ولكن سيدي بش كان مصيف. ده شاطئ خاص بفندق رمادة او الهيلتون. طبعا الواضح ان لسه فيه هنا شغل كتير.
هنا كده في مشروعين، مشروع توسعة البحر ومشروع حماية البحر. كده احنا امام شواطئ ابو هيف. كده احنا على شمال الصورة شارع محمد نجيب وشارع خالد بن الوليد وشارع البلباش العسوي وشارع جمال عبد الناصر ونفق محمد نجيب ودربالة، كله ده شمال الصورة. المفروض ده نفق جديد امام الطفولة السعيدة، امام مدرسة الطفولة السعيدة او مدرسة دبش. كده داخلين على شواطئ السرايا، منطقة السرايا نهاية المشروع أو بداية المشروع. احنا كده اتجاه النهاية، خلفنا لو احنا عكسنا الاتجاه هيبقى في البداية. خلاص وصلنا لفندق المحروسة أو نفق فندق المحروسة نهاية المشروع أو بداية المشروع. نهاية جولتنا، احنا كنا أسعدناكم.